خلينا نعرف التفاصيل. معانا على التليفون الاستاذ ايهاب شطا، مدير اداره شواطئ بورسعيد، نتعرف منه على التفاصيل. صباح الخير عليك يا استاذ ايهاب. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيكم. المشهد اللي حصل على شواطئ بورسعيد وانتشار زبد البحر على الشواطئ، احكي لنا بقى اللي حصل ووصف لنا المشهد. هو فعلا زي ما هو التفسير العلمي زي ما انا سمعت في التقرير اللي حضراتكم قدمتوه، بس هو زايد شويه المره دي بسبب ان الاحتباس الحراري سبب على طول نواه. الشهر اللي فات ده كانت النواه مستمره على طول، فده الحراك وتهيج الامواج هو اللي سبب الزبد اللي حضراتكم شفتوه ده. وده سبب برضو بحيره المنزله، في بغاز بحيره المنزله موجود عندنا في بورسعيد. ساعات مياه بحيره المنزله لما بتختلط بمياه البحر مع هياج البحر ومع الامواج بتكون الرغوه، بس هي السنه دي كانت زايده شويه قوي، وده تفسيرها ان كان احنا رافعين الاعلام السوداء فترات طويله بسبب ان البحر كان عالي بسبب الاحتباس الحراري. عظيم، بس الناس كانت مستمتعه الحقيقي بمنظرها. كان جميل جدا. فعلا كان جميل جدا، وكان يعني كانت ظاهره غريبه جدا، اول مره تحصل في بورسعيد. كانت بتحصل بس بشكل بسيط، ما كانش بالكثافه العاليه دي. الصور كمان اللي انتشرت واللي احنا بنعرضها دلوقتي، الرغوه البيضاء الكثيفه دي مع الغروب، لا يعني مشهد جميل جدا. بس عايز اسال حضرتك، هل الظاهره دي في ظواهر اخرى مصاحبه ليها مثلا؟ هو زي ما قلت لحضرتك، السبب الظاهره دي اللي هي حركه الموج الزياده اللي كانت عاليه الموسم ده شهر 8 اللي فات وبدايه شهر 9 اللي احنا فيه ده، احنا اول مره يبقى في نواه على طول مستمره في الشهور دي. طبعا زي ما في التقرير حضرتك قدمته، زي ما علماء البحار اللي عندنا في كليه العلوم برضو فسروا ده نفس التفسير اللي حضرتك قلته، اللي هو الكائنات العضويه المتحلله في البحر مع اناديل البحر مع هجره السمك، لان هجره ده كان السؤال، هل في اسماك اقتربت من الشاطئ مع الظاهره دي؟ لا ما كانش فيه، بس طبعا احنا في موسم هجره السردين، وده هجره السردين بينتج عنه برضو الرغوه دي، بس مش بالكثافه العاليه اللي كانت موجوده في الايام اللي فاتت. اكيد. طيب بالنسبه بقى، لان حضرتك بتقول ان انديل البحر ممكن يبقى موجود في وسط زبد البحر كده، هل ممكن يحصل اي نوع تاني مختلف من الاضرار على الانسان؟ لو احنا طبعا عارفين لو الانديل لسع الانسان هيبقى يعني اتلسع وكده، في اي ممكن ضرر تاني يحصل؟ لا، هو طبعا الظاهره اللي حصل دي كانت في حوالي 3-4 ايام ورا بعض، ما كانش في اي حاجه، كانت ظاهره غريبه بالنسبه لنا لان ما كانش في اناديل في الوقت ده. ايوه. وما كانش في اسماك ناسقه في الوقت ده. بس هي كانت ظاهره حصلت اول مره تحصل بالكثافه العاليه دي، بس كان منظر جميل، وكان المصيفين كانوا شايفين ده وكانوا بيسالونا دايما، كنا بنطمنهم، لان الزبد بتاع البحر زي ما حضراتكم عارفين المياه المالحه الزبد بتاعها ما فيش فيه اي اضرار، لان المياه المالحه بتقتل اي ميكروبات واي طفيليات وحاجات زي كده. طبعا. فده كان شيء جميل يعني كان منظر حلو زي ما حضراتكم شفتوا في الصور وفي الفيديوهات اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا. بالعكس، ده ممتع للاطفال انها تمسك الزبد وتلعب بيه وتبقى حاجه ظريفه خالص، حتى لو مش بيتاح لهم انهم ينزلوا البحر. بالظبط. هو كان جاي برضو، كان منحصر في منطقه معينه في بورسعيد في حي الشرق اكتر، لان اتجاه الرياح دايما عندنا بيبقى ناحيه الشرق، واللي حجز الزبد ده حاجز الغربي لقناه السويس. ده حاجز بيحجز بقى ايه المنطقة دي، بيتحجز فيها المخلفات اللي بتبقى يعني ناتجة عن البحر يعني. تمام. زي ما حضرتك ذكرت انه ما فيش اضرار، معنى كده انه ما فيش اي تحذيرات للمصيفين؟ لا، ما كانش فيه ابدا. هو التحذيرات اللي احنا كنا بنقدمها ساعة ما البحر بيبقى في حالة امواج عالية مرتفعة، دي الخطورة اللي احنا، لكن الزبد ده كانت ظاهرة جميلة جدا اول مرة تظهر، زي الشتاء اللي بيجي كده دايما بيبقى التلج بينزل على الارض، تبقى الاطفال بتبقى فرحانة بيه، وكان والكبار كمان والله جميل يعني. أكيد يعني. إحنا سعداء بوجود حضرتك معانا، وسعداء بوجود الظاهرة دي على شواطئ مصر وبالذات على شاطئ بورسعيد. كل الشكر ليك الأستاذ إيهاب شطا، مدير إدارة شواطئ بورسعيد.